عهد جديد من الترابط والتكامل الاقتصادي، عنوانه العمل العربي المشترك. فبين جنبات تلك القاعة عقد الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية الذي دشنته الإمارات ومصر والأردن، بغية الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية الكاملة لهم، لتنتقل الاتفاقية اليوم من مرحلة الدراسة إلى مرحلة التنفيذ. وتؤكد دولة الإمارات وبتوجيهات سامية من سيدي صاحب السمو رئيس الدولة على التزامها الجاد بهذه الشراكة من خلال الصندوق الاستثماري الذي تديره شركة القابضة ADQ بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها. دعوة مفتوحة للتكاتف والترابط العربي من أجل تنفيذ مزيد من الشراكات الاقتصادية على المستويين الحكومي والخاص. دعوة لبت النداء فيها مملكة البحرين لتكون أول المنضمين الجدد لمبادرة الصناعة التكاملية. الإمارات ومصر والأردن هم من كبرى شركائنا التجاريين، فكان من البديهي أن احنا ننضم لهذه المبادرة في التكامل لوجود قطاع صناعي متميز في البحرين، يعد ثالث أكبر قطاع في الناتج المحلي، ولوجود شبكة لوجستية ممتازة مع هذه الدول الثلاث اللي بالإمكان تأهلنا أن احنا نكون جزء مكمل لهذه المنظومة. مبادرة تأتي كنواة لتحقيق حلم التكامل الصناعي وتأمين سلاسل التوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتي وإرساء تنمية اقتصادية مستدامة في ظل تداعيات لتحديات اقتصادية دولية، لتبدأ المرحلة الأولى من المبادرة في مجالات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية من أصل 5 مجالات دشنت من أجلها المبادرة. وبدأت مرحلة التنفيذ، فبخطى ثابتة تسعى مصر والإمارات والأردن والبحرين في تحقيق وتفعيل دور شراكة صناعية تكاملية وتمكين دور القطاع الخاص من تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في ظل تحديات إقليمية وعالمية متزايدة. من القاهرة، أحمد عبد الصمد، تلفزيون أبوظبي.